لما راح النادي الاهلي لقى النموذج الثاني للاب او الاستاذ او المعلم وهو مختار التتش. مختار التتش كان نفس النموذج، صارم جدا في تطبيق اللوائح والقوانين والمبادئ على نفسه اولا. وصالح سليم شرب منه الحكايه دي، ابدا بنفسك. لقط منه اشياء كثيره جدا، منها الحزم في الامر، منها قوه الشخصيه، منها الاستقلاليه. يعني صالح سليم نقدر نقول ان هو الفتره اللي هو بيبقى فيها ناشئ صغير وبعدين بيكبر سنه يبقى عنده 17 سنه ويتصعد للفريق الاول، كان عينه على مختار التتش، والتتش كان عينه على صالح سليم. كابتن مختار التتش كان يتميز ان هو لعيب خارق، لعيب غير عادي، بالاضافه الى ان المجموعه اللي كانت معاه كانت بتعشقه، حبه جدا. و الكابتن صالح برضو بذكائه لما جاب كابتن الفريق عرف ان دي اهم حاجه، ان لازم المجموعه اللي معاك تحبها. دايما بيقعد معاه ويسمع كلام من كابتن مختار، هو ايه وملاحظات كابتن مختار لصالح. صالح كان بيحبه ومختار التتش كان بيحبه. كانت المشاركه الاولى لصالح سليم مع الفريق الاول للنادي الاهلي في مباراة ودية أمام النادي المصري عام 1947. البداية كانت ضعيفة، لكنه أحرز هدفا جميلا في نهاية المباراة لتهتف الجماهير باسمه. ثم شارك في أول موسم للدوري العام سنة 1948 وأحرز للأهلي أول أهدافه الرسمية في مرمى النادي المصري. وابتدى يلعب مع جيل الاربعينيات وكان عنده حوالي 17-18 سنة في وسط نجوم ما شاء الله عليهم، وابتدى يبطلوا دول وفضل منهم حوالي 4 وأصبح هو الكابتن بتاع الفريق. فريق الأهلي ينزل إلى أرض الملعب. صالح سليم، طارق، عوضين، طلعت، عاد هيكن. صالح فنان كرة، الفنان راجل بتعمل لوحة فن برسم. هو كان في ملعب كده من النوع اللي هو ستايل تحب تتفرج عليه في الملعب، هو شكله على الكورة كده لاعب أوروبي. نازل الشورت المكوي، الفانيلا المكوية، الشعر المتسرح مظبوط، تحس إن واحد رايح حفلة مش نازل ملعب كورة. تقدر تقول ستايليست، شكله في الملعب جميل، يعني هو زي ما تقول المانيكان بتاع الكورة، يعني بيؤدي الحركات أو بيؤدي المهارات بشكل مثالي ونموذجي. المهارات الفردية أو المهارات صالح سليم هي مهارات لعب كرة القدم اللي مثلا أنت بتقول لي أكاديمي، بقول لك زي اللي في الكتاب. لو بدأنا في أصعب مهارة عندنا ضرب الكرة بالرأس، من المهارات الصعبة جدا اللي عشان تعلمها اللاعب تاخد منك مجهود. يا ما سجل براس ضربات زي احنا نقول الناس بتلعب بدراسه قد ايه، بيقدر يلعب رجليه الاثنين في اي موقف. الباص، الاستلام، سهوله الاداء، الفكر في الملعب، ومهاراته مميزه. العاب الهواء كان عنده كويسه، كان لعيب بيشوط كويس، كان مراوغ كويس، كان مميز في جريته في الكوره، كنتروله على الكوره والجري بالكوره تحب تتفرج عليه. عامل زي رئيس الباليه، يعني بيمتاز بالرشاقة في الأداء والحركة، عنده الرشاقة والمرونة في تغيير وضع جسمه سواء في الأرض أو في الهواء، المراوغة، وبعدين سرعة الفكر في التمرير وسرعة الفكر في الاستقبال. كمان اللي محضر فكره قبل ما تيجي الكورة، نموذجي في الأداء الحركي لكل مهارة فنية وكل مهارة أساسية. عنده رؤية، عنده فيجن للملعب كله. وبالشمال يلا يا صالح، يلا يا صالح، كان هداف بالنسبة للنادي الأهلي، كان لاعب هداف وفي مباريات يعني عامل فيها ريكورد بخمس ست سبع أهداف مثلا في المباراة الواحدة. في مباراة واحدة يستطيع أن يسجل 7 أهداف، إيه ده؟ 7 أهداف وإيه بقى؟ كنا بنلعب النادي الإسماعيلي، أعتقد دي من الأحداث النادرة في
كرة القدم. ما فيش زيه في طبعا في الدوري المصري كله. قادر ان في لحظة يبقى بلاي ميكر وقادر يبقى هداف فريق. ده دليل القدرة على التكيف والقدرات اللي بيتميز بيها، اللي من الصعب جدا ان تتوافر في اللعيبة الاخرين. ما كانش بيدي فرصة ان يحصل حدة ولا التاكلينج جامد عليه ولا اي حاجه. لا، كان كورته سهله وناعمه، والسلوك بتاعه في الملعب وكورته محدش عملها تاني. يعني تقدر تجيبه كده وتعمله ايديال، او هو نموذج للاعب الكره مكتمل المهارات، مثل اعلى للاعب. يعني للاسف ناس كتير ما شافوهوش وهو بيلعب، وده يمكن فقده كتير. كانت مهارات استثنائيه للاعب استثنائي، شهد منافسوه قبل زملائه بقدراته وموهبته. وكان صالح سليم النجم الأشهر في الملاعب المصرية. وفي منتصف الخمسينيات كانت نقطة التحول ليصبح مايسترو الكرة المصرية. في نقطة أو ما أقدر أقول مفترق طرق في صالح سليم اللاعب، وهي طريقة قلب الهجوم المتأخر اللي دخلها المدرب المنساوي فريز لما كان بيدرب النادي الأهلي. الطريقة كانت اكتشفتها المجر وكسبت بها انجلترا مرتين، وكانت انجلترا ذات صيت وشنة. كانت الطريقة زمان 3-2-5، 3 خط الظهر، 2 في وسط الملعب، و5 المهاجمين. المدرب النمساوي راح جاي واخد الكابتن صالح، سقطوا خطوتين ثلاثة، فلعب صالح سليم قلب الهجوم متأخر، أي صانع اللعب. صانع ألعاب اللي هي تبدأ من عنده الخطة، أو هو بيبدأ تنفيذ الطريقة اللي هنتلعب بيها. يعني مثلا أول ما تقطع كرة يدوها لصالح، وصالح هيعمل كذا، يبقى نقطة البداية يعني بتاعة الهجمة. وبالفعل تحول صالح سليم من لاعب كرة إلى مايسترو كرة، لأن هو عنده الإمكانيات الفنية اللي تمكنه من تنفيذ هذا المركز، بحيث ان هو بيقدر يشوف الملعب كويس قوي. اثنين، عنده القدره على التمرير الجيد وفي الوقت والمكان المناسب. صالح سليم واقف مطرح يحيى في الانسايد اليمين طويل، طه هيجيب الثاني. يا سلام، شفت طه اداله صالح لعبه حلوه. وحريف الكبير بتاعنا النهارده الى صالح، الى احمد رفعت، ونستلوه يا ولد، والجول والجول كف الخشبه. يا سلام، نجح كابتن صالح في المكان ده، وزادت نسبة الأهداف وزادت فعالية اللعيبة، لأن الراجل اللي كان بيمسك كابتن صالح مش لاقيه. اديته فرصة للهروب من المراقبة. كابتن صالح كان متقدم بصفة مستمرة، كان في واحد لازق له بصفة مستمرة، كان مدافع لازق فيه على طول وقبض فيه بصفة مستمرة. لما نزل تحت المدافع ما قدرش يسيب منطقته وينزل معاه تحت. لو طلع لبره بيطلع لبره بيجيله، فالمكان بتاعه بيفضى، فالاثنين انسايد بتوعه بيخش، فبقى كابتن صالح حر فري، بيقدر يتحرك السلم ويعمل ويشتغل بلاي ميكر او يشتغل ويهاجم. ده كله كان سهل بالنسبه لكابتن صالح. اللي كان بينزل تحت على نص الملعب وبسرعه بسرعه البرق تلاقيه شرخ بعد منطقه الجزاء. واظن في لقطه في ماتش الاهلي والزمالك وتوتنهام لما شرخ جامد وشط شوطه خبطت في العارضه. صالح سليم وداخل حلو وشوطه جميله. جول عظيم راح من صالح. من هنا اطلق عليه في الفتره دي الماستر. راجل زي ما يكون فرقه موسيقيه موجوده وهو بيأثر لده يلعب، وده مثلا يعني كان موجه. واحنا كنا بنقول له ندلع المايسترو الى المسيرو. كنت بحب اتفرج عليه وهو بيمسك الكوره وانا بلعب ضده، يعني بقيت اقف شويه كده اتفرج عليه وهو ماسك الكوره وبيلعب هنا وبيدار واتكلم دوت ومايسترو. دائم التوجيهات داخل الملعب وخارج الملعب، فبالتالي هو بيلعب كان دايما بيجي جنبي يقول لي ممكن تطلع لبره او مره ممكن تدخل لجوه شويه، انت رجلك الشمال كويسه ممكن وانت داخل لجوه ممكن يا اما تعملها في الناحيه العكسيه يا اما تشوطها في الجون، وهتلاقي فيه تطور جامد. هو واقف مكان كويس، الاقي اللي بيلعب اسمع الصوت اعرف صالح سليم واقف فين، يعني عايز الكوره، يعني هو في مكان عايز الكوره دلوقتي. يريحك
لما تلعب جنبه، لان هو فعلا كان بيحرك الفرقه كلها ببصه باشاره بايده، يعني دي كانت بتشي بان في قائد جاي بعد كده في الطريق.